أنا سعيدة جدا إنه أنا جيت ولاش معكم طفل اللي هي الآن في جو احتفالة كبيرة بالدورة المدرسية، وسعيدين بكل الافتتاحات وكل الضيوف الجونة من كل المناطق، وجينا نشارك في كذا محفل في افتتاح. كنا شغالين أوبريت مع أستاذنا يساوي، شغالين في يوم 9 اللي هو اليوبيل، بعدك شغالين في اليوم الختامي، ونحن حريصين إنه نرضي كل الناس اللي بيجونا في كردفان، ونوريهم كيف نحن بنستضيف ناسنا وكيف نحن بنمتع ناسنا بفننا الأصيل وبجمال ترحابنا وناسنا.